اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الصباح. بتشهد مكتبه الاسكندريه حاليا فعاليات قمه تكني 2017 للتكنولوجيا ورياده الاعمال. هذه القمه اللي بتعد الحدث الاكبر في مصر الان وللمهتمين والقائمين على مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر، وبتعقد تحت شعار التكنولوجيا والابتكار والموهبة. زي ما قلنا هذه القمة بتعتبر أكبر ملتقى للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، وبتأتي برعاية المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيشارك فيها ممثلي 25 دولة عربية وأجنبية من المهتمين بهذا المجال. ودي بتكون فرصة لعرض الأفكار من قبل الأفراد والشركات أيضا والمنتجات الابتكارية في مجال تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال. هنتكلم بشيء من التفصيل حول هذا الملتقى أو هذه القمة، الهدف منها وأهميتها في هذا الحوار مع الدكتور عبد العزيز البسيوني خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. اهلا بيك يا دكتور عبد العزيز. اهلا بيك يا فندم. صباح الفل للساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتور. في البدايه عايزين نعرف اهميه هذه القمه من الناحيه التكنولوجيه بشكل مبسط. تمام. عشان نعرف اهميه الحدث اللي احنا بنشهده النهارده وبكره في مكتبه اسكندريه العريقه، لابد ان احنا نلقي نظره على سوق الاتصالات المصري والعالمي. نعم. سوق الاتصالات المصري بيمثل 1.5% من السوق العالمي، ودي نسبة كبيرة جدا بتخلي الشركات الأجنبية سواء المنتجة لمعدة الاتصالات أو المشغلة لنظم الاتصالات تستهدف السوق المصري وتستثمر فيه. من أهم قصص النجاح لسوق الاتصالات المصري في القرن 21 إن زي ما حضراتكم عارفين كل مصري دلوقتي تقريبا معاه تليفون محمول، ده بيمكنه في حاجه اسمها التمكين في بالنسبه للتنميه. وكفايه ان احنا نعرف حاجه واحده بس من الاتصالات، ان في اكتر من 450 الف محل عمل افتراضي، سواء للحرفيين سواء النجاره السباكه. محل افتراضي يعني على شبكه الانترنت. ملوش وجود فعلي على الارض. ملوش وجود فعلي. طبعا ال 450 الف دول اللي تكونوا طبعا بيخدموا، ممكن يكونوا بيخدموا اسر قد تكون تصل ل 1.5 مليون، لان ده مجرد رئيس العمل. 450 الف محل عمل افتراضي. فطبعا ده توفير على وزاره الاسكان والتعمير وتوفير على الدوله، بالاضافه لخطط التنميه. ده بالنسبه لسوق الاتصالات المصري. في تطورات اخيره حصلت في سوق الاتصالات المصري اخرها يوم 28 سبتمبر اللي فات 2017، اللي هي اطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع المحمول. تكنولوجيا الجيل الرابع المحمول التطبيقات بتاعتها لا حد لها، سواء في التعليم، سواء في التأمين الصحي، سواء في سلامة حركة القطارات، سواء في البحث العلمي. دلوقتي هو احنا مش عايزين نخرج عن اطار موضوعنا دكتور عبد العزيز، بس لانه الشيء بالشيء يذكر، يعني ايه بقى طب الهدف او ايه المقصود بتكنولوجيا الجيل الرابع سريعا كده، او هتفيد المواطن في ايه في حياته؟ ما انا بقول لحضرتك يعني مثلا بالنسبه للتعليم عن بعد، هيبقى كل الطالب اللي هيفوته ان هو يحضر المحاضره هيقدر يدخل ويشوفها في الزمن الحقيقي او بعد كده على شبكه الانترنت. دي على التليفون المحمول الخاص بيه. التليفون المحمول سواء هو في وسيله مواصلات او في اي حاجه. بالنسبه للتامين الصحي هيحصل ما يسمى سكرينينج، يعني كبار الاطباء في القاهره هيقدروا يشوفوا الدكتور الممارس وهو بيكشف على في اقل قريه مصريه، في اي قريه مصريه على كل الحالات، ويقدروا بالطريقه دي ان هو ما يسمى الاوت بيشنت، يعني يقدروا يعالجوا المريض عن بعد. سواء مثلا رسم القلب، الحاجات دي كلها بوسائل الاتصالات. فاحنا هنقلل الضغط على الشوارع، نقلل الضغط على طبعاً المستشفيات الاكبر والمصالح الحكوميه ونوصل للمستشفى الكبير الحالات اللي هي الحقيقيه. تمام. بالاضافه كده بقى، في ما حدث في الثلاث سنين اللي فاتوا عوده الشركه المصريه للاتصالات الى سوق المحمول بعد 18 سنه، وتقريبا عدى اكثر من خمس او ست وزراء اتصالات
ما عرفوش رجعوها، رجوعها يعتبر معجزة لسوق المحمول، واحنا قلبنا معاها ان هي داخله. طيب في سوق معرض كمان. بقى تكني أيوة. 2017 جاي بقى لحضرتك، بقى جاي حضرتك. ثالث حاجه بقى حضرتك، اهم حاجه ان سوق الاتصالات المصري والعالمي اتعرض لتغيرات كبيره جدا مما يسمى التكنولوجيا والاوتوميشن. فالاوتوميشن اللي هي استخدام الالات حلت محل الوظائف اللي بيقوم بها البشر في اعمال كتيره ورفعت نسبه البطاله وهكذا. فاهميه مؤتمر النهارده وبكره ان هو بيولد لنا رجال اعمال ورواد اعمال قادرين على ابتكار تطبيقات تستوعب في سوق العمل اعداد كبيره، خاصة ان الشباب عندنا بيمثلوا 60% طبعا من تعداد السكان، فيهم مبرمجين وفيهم ديفلوبرز مطورين يقدروا، كانوا مستنيين الفرصة. النهاردة هيقابلوا الشركات الكبيرة سواء في حلقات النقاش على دوائر على موائد يعني الشرح او في ورش العمل. الشركات الكبيرة العالمية اللي هي مهتمة جدا بالواقع المصري هتقدر تشوف رواد الأعمال المصريين وأعمالهم اللي هم يعني اللي هم هيعرضوها النهاردة. على هامش المعرض بيبقى فيه زي معرض برضو للأفكار الجديدة بتاعتهم وهكذا. بالظبط، لأنه المعرض السنة دي شعاره التكنولوجيا والابتكار والموهبة، فبالتالي في فرصة كبيرة للتعرف على المواهب، مواهب الشباب في المجال ده، مجال التكنولوجيا. سوق العمل الجديد ما بيعتمدش على العمل اليدوي، ولكن بيعتمد على التكنولوجيا وعلى الابتكار وعلى الموهبة. النهاردة بندي فرصة للشباب إنه هو يعبر عن نفسه ويعبر عن الأفكار اللي بيحملها، وكتير جدا من الشباب المصريين أعتقد إن تعرضهم للشركات العالمية النهاردة هيدوهم فرصة ذهبية إن هم يشتغلوا. الشغل ما بقاش دلوقتي مش ضروري يسافر، بقى في شغل من البيت، يتعامل مع شركه عالميه، ولكن من غير ما يضطر ان هو يسيب بيبقى مطلوب منه ان هو يعمل موديول او سوفت وير بيؤدي وظيفه معينه. الامكانيات دي موجوده عندنا، يعني الشباب المصري الحمد لله طبعا في منهم كتير بيتمتع بهذه الخاصيه، وبعدين بعد ما بيشتغل في الشركات العالميه اللي موجوده في مصر بيترشحوا ان هو يشتغل بره، فبيبقى مصدر للعمله الصعبه وكده بالنسبه للسوق المصري. فالنهارده فرصه زي اي مدى ده ممكن برضو يفيد البلد في مجال الاستثمارات الخارجيه والاجنبيه والمشروعات الصغيره والمتوسطه؟ تمام، هو النهارده هيبقى في تقريبا في محاور كتيره، منها محور خاص بالاستثمار. هذا المحور الخاص بالاستثمار في 15 مستثمر كبير عالمي هيبقوا موجودين النهارده وهيتعرضوا. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور عبد العزيز البسيوني خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبنأسف عن يعني ان احنا مضطرين ننهي هذا الحوار عشان ننتقل للهواء مباشره لنقل وقائع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهاز المركزي.